السلام عليكم شباب، معكم فيفا يونايتي. اليوم جايكم مقطع جديد وجبت صديقنا ابو لهب من قناه فيفا برو على 5 مليون كوينز في اكاونت. طبعا في البدايه حاب اعتذر لكم عن الوقت اللي انقطعت فيه عن يوتيوب، ما يقارب الثلاث اربع اسابيع، بس هاي فتره كانت صعبه بالنسبه لي لانه كانت فتره امتحانات ودراسه، ويعني انتم فاهمين كيف الواحد لازم ينقطع عشان يهتم بدروسه. فبعتذر لكم جدا، وهسه خلينا نبدا بالتشكيل راح العب فيها ضد صديقنا بلاوي. في حراسه المرمى ديفيد دي خيال ابجريد 85، قلبين الدفاع فينسنت كومباني وسيرجيو راموس، الليفت باك كليتش، وننتقل الى خط والرايت باك خوردي البا، ننتقل الى خط الوسط راميريز سانشيز انفور ويسكو سكند انفور، خط الهجوم جارث بيل ويلباك مان اوف ذا ماتش وهازارد الهازارد النسخة الجديدة لمستواها 90. وهسه رح نعمله انفايت وان شاء الله بنفوز فيها على 5 مليون كوينز. اتمنوا له الحظ ويا الله. هسه رح نلعب ضد صديقنا ابو لهب، زي ما انتم شايفين دخلنا على الانفايت وقاعدين نحدد الزي. زي ما انتم شايفين الهجوم هو 86 وسط و 83 دفاع 78. ننطلق ويا الله نبدا المباراة. راح اترك لكم اهم الاحداث اللي راح تصير المباراه فقط. زي ما انتم شايفين يزن فوتبول كلوب، يا الهي، يعني كريستيانو رونالدو ليو ميسي جارث بيل، هجوم خارق بصراحه. وطبعا زي ما انتم شايفين عنده الار بي عشان نجيب له هانديكاب، وسط خرافي جدا. يلا ان شاء الله بس بنفوز، ما بهمنا ريت ولا شيء، ان شاء الله بنفوز.
Nobody's gonna wanna get next to me, cause they know I take what's mine and won't let it go. Doesn't matter how you approach the scene, just hold. You're everything I'm on when you hit the door. I dare you to challenge me, you've been begging for mercy, please. Just watch, I give you something to follow. I've been waiting so patiently to let the fire come out in me. I put you up against, just letting you know I keep giving you the fire. شباب هون انسحب صديقنا ابو لهوي وانتهت المباراه بنتيجه 5-1 لمصلحتنا. بطل المباراه جارث بيل بتقييم 9.5 واحسن واحد من فريقه كان رونالدو 9 وسجل اهداف 2 بيل 1 بالباك 1 سانشيز 1 ايسكو. اما من فريقه سجل فقط كريستيانو رونالدو. بتمنى المباراه عجبتكم وهي زي ما احنا راح نشوف على الشاشه 5-1 لمصلحتنا. بتمنى الفيديو اعجبكم، ما تنسوا تدعمونا بلايك وسبسكرايب وشير. يلا سلام.